أهلا بيكم في حلقة جديدة وحلقة مش عادية، حلقة مميزة جدا، حلقات عيد الأضحى. كل سنة وانتم طيبين. حاجة غريبة جدا ومثيرة يعني لمشاعر غريبة كده، ان الواحد يحس ان في يوم معين في العالم 1,570,000,000 بني آدم كلهم مشاعرهم واحدة، كلهم عندهم نفس الحدث، كلهم عندهم عيد، كلهم فرحانين النهاردة، كلهم بيأكلوا نفس الأكلة بشكل يعني حتى لو اختلفت الطرق الوصفة يعني. لكن حاجة أكيد توقفك إن في 1,570,000,000 بني آدم في هذه اللحظة على ظهر الكرة الأرضية كلهم عندهم نفس المشاعر، عندهم نفس اللحمة، بيعملوا نفس المراسم، بيضحوا نفس الأضحية، بيأكلوها بشكل أو بآخر نفس الأكلة. يعني حاجة كده تخلي الواحد يقف ويحس إنه إيه اليوم الغريب ده؟ إن شاء الله إن شاء الله يعني أيام قليلة هنلاقي العيد وعايزين نستعد له. أنا فكرت أعمل إيه؟ والحقيقة إن أنا في فكرة، دايماً بنعمل ودايماً بنطبخ، لازم يبقى بنطبخ وإحنا عندنا فكرة نتحمس لها. أنا تحمست لفكرة النهاردة إن الحاجات، أو المرة دي حبة حسيت إن في حاجات أجزاء بتترمي، في أجزاء من الدبيحة كل الناس عايزة تاخد يعني، أو كلنا بنحتفي بالأجزاء الأغلى الأحلى الأنعم اللي هتطلع لنا بوفتيك وكباب ومشوي ومش عارفة إيه. وفي أجزاء دي الأجزاء الغلبانة اللي مغضوب عليها بلا سبب، الحقيقة إنه ما فيش سبب إن يتغضب عليها، يعني أسباب ممكن نبقى نحكي فيها لو جه وقت تاني، بس في حتت كده محدش بيستعملها. أنا بقى المظلومين دول هم اللي أنا بحبهم، يعني نصير الضعفاء. إيه الحتة اللي زي اللسان؟ ليه حرام محدش بياكل اللسان؟ ماله؟ ده حلو جدا. في إيه اللسان؟ ليه يعني ليه كل واحد كده بنبقى عايزين نسربه؟ نسرب الحتت اللي مش عاجبانا. طب العكاوي أخبارها إيه؟ طيب المخ؟ إيه تاني؟ هذه الأجزاء، القلب برضو، الناس حتى اللي بيحب الكبدة يجي عند القلب مش ملوش صاحب، ده ملوش حبيب. الكلاوي محدش عايزها. والأجزاء هي دي بقى اللي أنا قررت أني ههتم بيها وهعمل بيها وصفات وحلوة، وعايزة أشجع اللي ما بيتحمسش ياكلها، ادي نفسك فرصة جرب يمكن تعجبك. هنعمل 3 حلقات عن الأجزاء المهدرة من الدبيحة أو الخروف أو البقرة أو وات إيفر. هيكون معانا الكبدة، القلب، اللسان، العكاوي، المخ، الممبار، في 3 حلقات جايين. خليني النهاردة هعمل أكتر حاجة، يمكن هي أكتر حاجة في الآخر مستعملة، الكبدة والممبار. الحلقات الجاية ندخل على التقيل، عكاوي ولسان. طبعا الكبدة أعلى، يعني أعلى قيمة غذائية في كل الحدوتة، في كل اللحمة. فمهما وصيناكم تاكلوا كبدة، أنتوا بتعملوا حاجة كويسة قوي لجسمكم ولصحتكم لما بتاكلوا كبدة، طبعا بالذات لما تكون كبدة طازة وحلوة كده. هعمل إيه؟ عايزة أعمل وصفة جديدة بالكبدة. ليه؟ لأن الوصفات القديمة أنا عارفة أن كل البرامج الهوا هتعملها إن شاء الله في أيام العيد على الهوا وهتشوفوها على الهوا. خلينا النهاردة كده نعمل الوصفات اللي مش الغريبة اللي احنا ما نعرفهاش للكبدة. هعمل كبدة بوصفة هندي. خليني هتبتدي زي أي الأكل الهندي أو كل الأكل الهندي والمصري، بيبتدي دايما ببصل. فخليني أنا أخد شوية البصل اللي أنا عايزاهم أخرطهم، و أتأكد إن هم ناعمين. وبعدين نعمل ايه؟ نحطهم، انا هنا مسخنه طاسه، خليني اتاكد بس اعلي دلوقتي، يا رب ما تكونش بردت. اما نشوف. طيب نديها ثواني تسخن تاني، وخلينا في اللحظه دي الكبده اهي انا مقطعاها، نكمل تقطيع الكبده. طبعا الكبدة انا مش مسقعاها، بس انتوا علشان تعرفوا تتعاملوا معاها حلو خلوها تبقى، دخلوها شويه الفريزر، مش ان هي تجمد، يعني مش ان هي تتجمد، بس ان هي تمسك نفسها علشان وانتوا بتقطعوها تبقى سهله معاكم.
الكبده الاسكندراني كلكم عارفينها، عشان كده ما رضيتش اعملها، قلت ما حد يعني، بس هي طبعا من اجمل اكلات الكبده. انا عن نفسي بموت في الكبده الاسكندراني، ومره برضو نبقى خليني حتى لو ان انا النهارده مش عامله كبده اسكندراني، خلينا نتكلم اقول لكم على تكتين ثلاثه يطلعوا الكبده الاسكندراني حلو. اولا الكبده الاسكندراني مش حمل ان هي تغيب عن النار، لازم تسووها في اسرع وقت ممكن خلاص، وبالتالي لازم الوقت تاخد وقت مع التتبيله لوحدها. يعني لما هتحط ثوم وفلفل حامي، حط الثوم والفلفل الحامي لوحده، لا يعني قصدي قبل النار، انقعوا الكبده مع الثوم والفلفل الحامي وسيبوها مده مع بعض، عشان طالما وقتها على النار قليل مش هتلحق تاخد طعمهم في الوقت القليل ده. تكة نمرة 2 للكبدة الإسكندراني للي بيحبها، إن الطاسة تكون سخنة زي النار، مش سخنة، سخنة كده، سخنة قوي قوي، هو ده اللي بينجح. الزيت يكون شوية صغيرين علشان لما تقلبوا الطاسة الزيت ما يطرطش. تكة نمرة 3، إن لما تحطوا الكبدة ما تنزلوش كتير مرة واحدة، إحنا عايزين الطاسة سخنة قوي، فيبقى الكبد تنزل حبة بحبة عشان تلحق تتشوح. وتكة نمرة 4، انكم ما تغبوش عليها، يعني اول ما الكبده تلون وتبقى دخلت في السوى ما تغبوش عليها، افتكروا ان انتوا حطوا الملح قبل ما تنزلوها على طول على النار، لما تحطوها مع الثوم والفلفل الحامي ما تحطوش ملح عشان ما تجيبش دمها كله، ما تنزلش دمها، لكن قبل ما تنزل على الزيت حطوا الملح كده قبلها بكام دقيقه، بثلاث اربع دقائق، ولما تنزلوها حبه بحبه وتتشوح، تتقلب 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 وتطلع، ونحط اللي وراها، ما نسحمش الصينيه مع بعض. ده لو الحدوته كبده اسكندراني، لكن احنا كبده هندي، فالكبده الهندي بقى اهو الزيت زمانه سخن حلو قوي، ده الصوت اللي انا عايزاه. زي كل الاكل الهندي اهو، بيبتدي ببصل وثوم ما تستعجلوش تحطوا الملح على البصل بدري علشان ما ينزلش ميته بسرعه. يلا بقى تومتين، نغسل السكينة دي أوام، هنعمل إيه النهاردة تاني؟ الوصفة التانية غير الكبدة الهندي هتكون ممبار، مش هندي، ممبار بطريقة اللي بياكلوها أهل تونس، وكل سنة وانتم طيبين يا أهل تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والصومال وجيبوتي وكل العالم العربي يا رب. احنا النهارده مستلفين منكم وصفتكم، فهنعملها دي في الجزء الاخير من الحلقه. والتوانسه طبعا احنا مش كل الكلام بنبقى فاهمينه قوي، بس انا اكتشفت ان هما اللي احنا بنسميه ممبار هما بيسموه عصبان، فالاسم لذيذ، وخلطه مختلفه تماما عن اللي احنا بنعملها، يعني خلطة الحشوة مختلفة. وهم بيعملوا كمان الخلطة دي مش بس بيحشوها في المصارين اللي هو الممبار، بيحشوها كمان في الكرشة اللي هي المعدة بتاعت الخروف، بيجيبوها وبيقصقصوها كده زي المنديل قد الكف كده، ويحطوا فيها الحشوة دي ويخيطوها ويسلقوها زي ما بنسلق الممبار بالظبط. فهنعمل عصبان تونسي. طيب انا هنا النار ضعيفه شويه. طيب حلو قوي، ادي الملح وادي الثوم، الريحه الريحه الريحه. عارفين شكل الوك ده من احسن الحاجات اللي تعملوا فيها كبده، حتى هتلاقوا الراجل برضو بتاع الكبده الاسكندراني غالبا بتبقى الحله مقوصه كده شويه، الشكل المقوص ده بيوزع الحراره على في المكان كله اكتر من الشكل المسطح. طيب في بقى دلوقتي سؤال، تفتكروا نحط، احنا الكبده دي هنعملها بطماطم فيها صلصه، فيها طماطم وصلصه، نحط الطماطم الاول ولا نحط الكبده الاول؟ انا افضل نحط الكبده الاول عشان تاخد تتقفل، انا اخاف نحط الطماطم وبعدين ننزل الكبده يبقى كتير يعني.
يعني تزفر مننا، بخاف جدا من هذا الشيء ان هي تزفر لو نزلت في سايل. زي ما بقول لكم برضو معلش مش موضوعنا كبده الاسكندراني، بس عارفه كلكم بتحبوها وكلكم بتعملوها. لما تعملوا كبده اسكندراني قطعوا الاول شرايح زي البفتيك رفيعه قوي، وزي ما قلت لكم كل ما هتكون اللحم الكبده ماسكه نفسها حطيناها في الفريزر شويه كل ما هتتحكموا ان الشرايح تبقى رفيعه. وبعد كده رصوا الشرايح فوق بعض كده وابتدوا بالسكينه امشوا بالعرض عشان تطلعوا النسل رفيعه قوي، لان دي برضو من الحاجات اللي بتنجح قوي الكبده. طيب على الناحية التانية أنا برضو في حاجة، يعني ما أحبش أنزل دلوقتي الطماطم، هننزل طماطم وصلصة، ما أحبش أنزل تبقى الكبدة سخنة وأنزل عليها طماطم باردة، مش ألطف حاجة. خليني أطلع طاسة. مش ألطف حاجة إن اللحمة ينزل عليها أي سائل بارد، أي لحمة. فأنا علشان أضمن كل حاجة تكون أحلى هخلي الطماطم دي كمان تبقى سخنة. خليها تسخن شويه. الله على الريحه، بس لسه بقى لما نحط بقيه التوابل الريحه هتظبط اكتر. الاكله هندي، فباعتبار ان الاكله هندي الهنود بيموتوا في الشطه، ها، وهي الكبده بتحب الشطه، والهنود مفيش حاجه يعني بيستخدموا كركم في كل حاجه، بس ما تكتروش. فادي زي معلقه ونص صغيرين كركم ومعلقه ونص صغيرين شطه، كمون وكزبرة. كزبرة بنقدر نحط أكتر، يعني أي حاجة الكزبرة دايما حاجة بتستحمل نكتر منها كده. الريحة بقى هتظبط على أصولها بقى بعد كل التوابل دي ما نزلت. الله 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 الله. كزبرة مع إنها حاجة الله، مع إنها يعني توابل ضعيفة، يعني ما هياش زي الشطة، ما هياش زي الفلفل، مش حاجة طعمها فائع يعني، لكن قد ايه ليها ريحه اكتر منهم كلهم، كنكهه كريحه مش كطعم. بس احنا كده بصوا التوابل عامله ازاي، احنا كده اديناها التشويحه اللي احنا عايزينها. وانا هاخد فاصل اعطس فيه براحتي وارجع من الفاصل تكون هنا سخن، تكون الطماطم سخنت علشان احط ده على ده، ونبتدي كمان شويه نعمل في العصبان التونسي او الممبار اللي محشي بخلطة غريبة احنا علينا يا اهل مصر شوية. احنا اخدنا منكم شويه الوقت ده عشان نستنى الطماطم تغلي. بصوا عايزه اوريكم لما بيبقى فيه التوابل بالذات، بصوا هنا هتلاقوا فيه اسود كده في الحله، ده مش الكبده بتتحرق تحت هنا كده الحته دي، ده مش الكبده بتتحرق، ده التوابل الناشفه. التوابل من الحاجات اللي سريعه الاحتراق جدا، ولما بتتحرق ريحتها بتروح، فبنبقى كاننا ما عملناش حاجه. فنخلي بالنا لما بنحط توابل، يعني احنا كنا حطينا كمون وكزبره وشطه، والشطه من اكتر الحاجات اللي خفيفه بتتحرق. لما نحط الحاجات دي ناخد بالنا كويس قوي ان احنا تبقى يعني ما نطولهاش على النار. اللي احنا ما حطيناهوش كنا جرام مسالة. الجرام مسالة ده مجموعه توابل، زي ما في بهارات مصري مجموعه توابل على بعض، في بهارات هندي باسمها جرام مسالة. كنا عملنا احنا حلقه مخصوص عن البهارات الهندي، وكنت فاكره عملنا بهارات مش فاكره، كنا عملنا هندي ومغربي، كنا عملنا مجموعه راس الحانوت اللي هي المغربي، وعملنا مجموعة الجرام مسالة اللي هي البهارات الهندي والبهارات المصري. فآدي مجموعة اللي احنا حطينا دلوقتي جرام مسالة، ممكن تبصوا على الحلقة لو حبيتوا تفتكروها. طيب مش هتاخد دلوقتي وقت كتير، عايزين نحط على ده ايه؟ عايزين نحط على ده شوية جزر. الكبدة يا جماعة من أكتر الحاجات اللي فيها قيمة غذائية فظيعة، يعني نسبة حديد. طيب اقول لكم الفيتامينات اللي موجوده في الكبده بكثره. فيتامين الف موجود من اعلى الحاجات اللي فيها فيتامين الف، فيتامين ب
بي مش فيتامين واحد، دي في بي واحد واثنين وستة واثناشر، بمجموعة كبيرة من الفيتامينات أغلبها موجود، وده فيتامين حلو للأعصاب والحالة المزاجية لما بنبقى ساعات مقريفين وإحنا مش عارفين إحنا ليه مقريفين. مفيش أي حاجة، الحمد لله الحياة حلوة وولادنا كويسين وجوازنا بخير والدنيا حلوة، وتلاقي برضه الواحد مقريف علشان مفيش فيتامين ب كفاية في الأكل، إن ده بيظبط حالتنا المزاجية مش النفسية، المزاجية. سي مش موجود، بس بعد كده في فيتامين دي وفي كي، فيها فيتامينات كتيرة جدا، وحديد طبعا ده اللي مشهور قوي. أنا عايزة أحط أحشر شوية خضار، أو هي الوصفة الحقيقة أنا مش بحشر، هي الوصفة فيها خضار من الأول، وعايزة أحط الفاصوليا اليومين دول شحة خالص من السوق وغالية جدا جدا، وعشان كده هي شحة. الخضرتية بطلوا يجيبوا فاصوليا، الخضرية بطلوا يجيبوا فاصوليا علشان مش لاقيين الناس اللي تشتريها من كتر ما غليت. ليه؟ عايزة أعرف بس مش عارفة. لما بنحط حاجة، لما بنزود حاجة وتبقى باردة واحنا مش عايزينها تدخل تبوظ البتاع، بنحطها هنا على جنب الصينية. بصوا بنحط كده، لو حبيت أزود أي سوائل حتى لو زيت وأنا بقلي أزوده هنا على الحرف كده عشان ما ينزلش على ده على طول، ينزل ياخد يتزحلق كده على الصينية وياخد الحرارة بتاعت كل الحدوتة بدل ما ينزل يبرد الأكل على طول. اللي ما بيحبش الكبدة الوصفة دي مش بتخبيله الكبدة، الطماطم مع البهارات الكتير مع الخضار مش هيحس قوي انه بياكل الحاجة اللي ما بيفضلهاش. طيب ايه تاني؟ انا عايزة احط كزبرة ناشفة قبل ما اطفي بشوية، ادي حبة كزبرة. فين الكزبرة؟ اهي لقينا الكزبرة. بصوا بقى الكزبرة دي برضو من الحاجات الجميلة بس اللي الواحد لازم يستعمل منها أقل القليل لأنها ملعلعة، يعني ريحة ملعلعة كده، فاللي هو ما ينفعش نفرط إيدينا فيها، وما ينفعش نحطها ونسيبها على النار مدة طويلة. إحنا بنحط الكزبرة بس قبل ما نطفي مش دلوقتي، يعني هو إحنا هنطفي لأن الكبدة ما بتاخدش سوا خالص، الكبدة خلصت، فإحنا هنطفي دلوقتي وأنا اعتبروني طفيت خلاص، والحاجة بقى لسه سخنة ومطفي عليها كده. يلا نحط الكزبرة علشان هي لو سخنت على النار مدة طويلة الريحة اللذيذة بتاعتها دي بتختفي. ادي الكزبرة. طيب ادي أكلة وخلصت، أقدمها قبل ما أطلع الفاصل، وبعد كده في الفاصل بقى أفوق للأكلة الصعبة. عندنا النهارده حدوته صعبه، خليني عايزه احرك ده من النص كده فاجيبه كده. علقه لطيفه. الكبدة لذيذة قوي في قلب كل الخلطة اللذيذة دي، بس خلاص هسيبكم تطلعوا فاصل ترتاحوا مننا شوية وبس هترجعوا لنا، ولما ترجعوا هنبتدي نعمل العصبان التونسية أو الممبار بطريقة جديدة على أهل بره مصر بس فاميليير ومعروفة جدا في المغرب العربي. هنبتدي نعمل العصبان التونسي. طيب برضو هيتسلق زي ما احنا بنسلق في مصر بالظبط، بس انا عايزه اكسب وقت اني احضر الحاجات اللي هنكه بيها ميه السلق. دول هنا شويه
ده كتير قوي، احط كده ثلاثة بالكتير حبهان، افقشه بس كده مش كتير، نص بصلاية مش محتاجة احطها كلها، اشيلها من ناحية الجدر عشان تطلع ريحتها احسن. هتحطوا بقى اللي انتوا عايزين، يعني ممكن نحط مثلا جزراية، مش هيحصل اي، يعني اللي انتوا عايزينه، بس الاساسي جدا 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 الاساسي جدا ان احنا نحط فلفل اسود حب، ده بيفرق يا جماعة اكتر من الحبهان وورق اللورة، فلفل اسود حب بيفرق كتير قوي في انه بيشيل الزفارة. طيب احنا هنا عندنا المية هتغلي، انتوا هتحطوا اللي عايزين تحطوه، ممكن هنحط ورق لورة مستكة حبهان اللي انتوا عايزينه اللي موجود، فلفل اسود حب ده عند كل الناس واساسي جدا. اللي عايز يحط كرفس يحط، اللي عايز يحط كرات يحط، جزر، زعل، اللي انتوا عايزينه، اي منكهات ومطيبات علشان تشيل الزفارة يلا اعملوها زي ما انتوا متعودين تعملوا. ايه تاني بقى؟ خلينا في اللي احنا مش متعودين عليه، خلينا في الحشوة بتاعة الممبار او العصبان اللي هي مختلفة تماما تماما عن حشوتنا احنا هنا في مصر. اولا هي اكلة عيد باقتدار برضو، حتى في تونس والجزائر وليبيا والمغرب دايما دايما في العيد بياكلوا العصبان او الممبار المحشي، او اللي هم ساعات زي ما بقول لكم بيعملوه بالكرشه. لما بيحشوا الكرشه اللذيذ ان هم في الحشوه بيقطعوا الامعاء الدقيقه اللي هي بتاعت الخروف الرفيعه قوي 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 اللي احنا ساعات بنحب نحشيها، هم رفيعه بتبقى قوي فبيقطعوها صغير صغير جوه الخلطه، يعني اللي احنا بنحشيه بيبقى عندهم جزء من الحشوه مش من مش اللي هيتحشي. طيب بيعملوا ايه تاني؟ كل الحتت اللي مش مستغله قوي، يعني مثلا عندهم كبده طبعا، ياخدوا يفتفتوا الكبده فتافيت صغيره قوي كده زي ما انا بعمل كده، وتبقى جزء من الخلطه. احنا مش متعودين بنعمل كده، احنا بنحط بس ايه زي ما بنعمل المحشي، بنحط الخضره والرز والبصل والثوم والحاجات دي، هم لا بيفتفتوا كل الحاجات، حتى تخيلوا بيحطوا يعني بيحطوا شويه من الكلاوي، شويه من القلب، شويه من الكبده، اللي اغرب كمان بيحطوا حته من الرئه، الرئه بتاعه الخروف بيحطوها. كل الحاجات، مفيش حاجه يا جماعه، هو الحقيقه ان مفيش حاجه لازم تترمي بجد، مفيش حاجه لازم تترمي، فكل الحاجات دي بيقطعوا، وزي ما قلنا ونفس الممبار الصغير، ممبار الخروف الصغير بيقطعوه رفيع قوي، كل ده بيدخل جوه الخلطه. طيب قبل ما اغسل ايديا عايزه احط ايه تاني؟ عايزه احط على ده طبعا ملح وفلفل اكيد وبصل وتوم، كل ده خلطه، ما انساش الملح والفلفل لان هما من كتر ما بيدخلوا في كل اكله بيتنسوا واحنا بنشتغل. ادي ملح وفلفل، ملح كمان، اغسل ايديا مطرح الكبده ثانيه قبل ما اجي اضيف بقيه الحاجات. اللي عرفته برضو من التوانسه انهم بيحطوه وكان غريب شويه بالنسبه لي، طبعا احنا بنتعود قوي على، كل واحد بيتعود على اكل اهله، ان هما بيحطوا سبانخ، طبعا بيستخدموها طازه، بتبقى سبانخ طازه لو موجوده، لو مش موجود بيحطوا سلق، فسواء ورق سبانخ او سلق وبيبقى طازه. احنا ما لقيناش في الوقت ده، ما فيش سبانخ طازه، فجبنا ايه، سبانخ مجمده، يعني بنحاول نقلتها على قد ما نقدر، او سلق. بيحطوا ايه تاني؟ بيحطوا بقدونس، في ناس بتحط بقدونس وشبت او بقدونس بس، بس المهم ان فيه بقدونس. يلا كده ادي بقدونس. ايه كمان؟ في هريسه، ايه هي الهريسه اللي مش من هناك؟ الهريسه معجون الفلفل الاحمر الحامي، الفلفل الحامي الاحمر الشطه، بيتعجن مع خل مع ملح مع زيت تنتوفه سكر مع ليمون كده، عجنه كده يتفرم ويبقى معجون، اللي هو بيبقى في برطمانات، بيتشال في برطمانات، والتوانسه بيستخدموه طول الوقت، التوانسه والليبيين في اكلهم، وبيدي كل حاجه بيحميها وبيشطشطها. فادي دي الهريسه. ايه كمان؟ صلصه. ايه
ايه كمان احنا ما بنستخدمهوش وهم بيستخدموه قوي وبيدي طعم حلو جدا، بيستخدموه كمان بوفره، ورق النعناع الناشف، نعناع ناشف مش طازه. نفركه كده، ادي نعناع ناشف. يلا اللي برضو شويه غريب علينا ان هم بيحطوا حمص. لاحظوا ان هم بيحشوه، قلنا ساعات بحاجات كبيره بيحشوه في المعده اللي هي الكرشه غالبا. فادي طبعا هو احنا بنسميه حمص شام او بيتقال عليه حمص شام، بس الحقيقه احنا لازم نسميه حمص مغاربي يعني من المغرب العربي، لان هم ان كان الشوام بيستخدموه كتير فالمغاربه بيستخدموه اكتر. وكل ده احنا حطينا الملح والفلفل، كل ده بينزل عليه كميه حلوه من الزيت، حتى كميه الزيت اللي عملتها كتير بتسهل ان الحشوه دي تتزحلق جوه المصران. ادي كميه حلوه من الزيت. شكلي ممكن احط زيت تاني. بيعملوه بزيت كتير اغلبهم، يعني اغلبهم بيعملوه بزيت كتير. يا جماعه يعني احنا عمالين نجيب سيرتكم من غير ما نمسي عليكم. اهل تونس الجميله، تونس دي من اجمل بلاد الدنيا، تونس اللي ما شافش تونس، تونس دي بلد جميله لونها كلها ابيض وازرق وبحر وشواطئ واسواق قديمه، ويعني ربنا يهنيكم ببلدكم وتفضل دايما كده مستقره يا رب. ايه تاني فوق كل ده؟ هنحط رز. كده بقى احنا عندنا خلطه للممبار، خلطه غريبه شويه عندنا للممبار. مش ناقصنا بقى غير ان احنا نجيب الممبار ونحشي. طيب خليني انا عايزه امليكم المقادير. نجيب بقى دلوقتي الممبار بتاعنا، ادي ممبار، وطبعا سيلزمنا جوانتي علشان الدنيا تبقى شكلها الطف شويه، ولو انه بيأخر انتوا ممكن لو عندكم قمع تعملوها بالقمع، بس الفكره ان الحمص لو القمع مش كبير، لاحظوا ان في هنا حمص شام فمش اي قمع هينفع عشان وانتوا بتعملوها. بصوا بقى هنعمل ايه، معلش هنجيب طرف الممباره اللطيفه، ايوه اهي. في ناس بتطلع الجزء اللي فيه الدهن ده تخليه من بره، الممبار بيبقى من جوه فيه دهن، وفي ناس بتخلي الدهن من بره، وفي ناس بتخلي الدهن من جوه، وفي ناس بتشيله. اللطيف ان الدهن يفضل ويبقى من جوه، هيسيح وهيدي طعم حلو قوي. خلاص احنا اهو هنفضل نعمل نحشي نحشي نحشي. عايزه الف ده عشان يكون اسهل معايا. الله، انا بتخيل طعمه بقول الله. صحيح الحاجات دي شكلها ما بيبقاش عاطفي قوي وهي بتتعمل، بس لما الواحد يفكر في طعمها وهي مستويه بيلاقيها زي العسل وبيحبها قوي. لازم نفكر فيما بعد، فيما بعد الحشو. خلي ده يبقى عالي كده اهو علشان ناخد منه قوام قوام قوام. زي ما قلت لكم المغاربه لان هم بيعملوا ده ساعات بيحشوا الكرشه او اللي هي معده الخروف، فبيخيطوا بقى، بيفضلوا يجيبوا فتله وابره ويعملوا زي اكياس منها، يعملوا منها كده زي اكياس. وبعد ما بيعملوا الاكياس بيحصل ايه؟ بيروحوا يعملوا كيس ويسيبوا فيه فتحه صغيره على قد ما يدخلوا الحاجه، وبعد ما يخلصوا الفتحه يخيطوها ويبتدوا يسلقوها وياكلوها جنب الكسكسي، والدنيا لطيفه قوي. طيب ادي اهم دول انا هعملهم، هطلع منهم كذا واحد اهو. ادي اتنين، وخليني اقلع بقى. لا خليني شويه كده، ايه نقص بالمقص الاول. ادي واحده وادي الثانيه، وانا اوريدي عامله شويه طبعا عشان ما اعطلكمش معايا قبل الحلقه،
هنجيبهم ويلا على الحل. نقلع بقى ونكمل من اللي احنا مجهزينه قبل كده. هجيبه اهو حتى ورايا. خلاص رجعنا منبار عادي خالص من اول هنا، هنكمل الشغل عادي خالص. حطهم اديهم وقتهم يستووا. عايزه اقول لكم في السوا بقى، في السوا هنعمل ايه؟ فكره ان الحله عماله الميه عماله تغلي 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 وتكركب كده، غلط غلط. الميه اول ما تغلي نرجع يعني نوطي بعد ما الميه تغلي، ونحط الممبار ويرجع يغلي تاني نوطي ونسيبه كل الوقت الحله متغطيه والنار هاديه. مهم قوي النار تكون هاديه علشان هيستوي اسرع. يعني الغريبه ان احنا بنفتكر ان احنا لما نعلي النار بنسرع الحدوته، لا، الحركه الميه الكتيره دي بتنشف الحاجه بتخليها تقفش فتاخد وقت اطول. فخلينا نهدي النار ونحطهم ونطلع فاصل. مش هيحصل اي حاجه في الفاصل غير ان ده بس هياخد وقته ان هو يستوي، ونرجع لكم علشان نعيد عليكم تاني، نقول لكم كل سنه وانتم طيبين تاني، وخلص الحلقه. حاولنا كده نهرب شويه لغايه ما نسوي الممبار. بصوا بقى الممبار يعني وانتوا بتحشوه ما بين قبل ما تقصوا، يعني ممكن لو هتحشوه كله على بعضه ما تقصوش كده او تقطعه كده في النص، سيبه اعملوا فراغ وعقوده بين كل واحده وواحده عشان يطلع مقفول ما يطلعش مفتوح. هوريكم ازاي. بصوا كده، يعني اهي دي مثلا مقفوله من الطرفين، لما بنسيب فراغ بتطلع شكلها دي مفتوحه. شايفين احنا شايفين الحشو اللي فيها؟ مش عارفه انتوا شايفين ولا لا. والمقفوله اهي، دي مقفله لكن دي مفتحه. فحاولوا تسيبوا فراغ بين كل حشوه والتانيه، لفوه زي ما بيعملوا زي فكره السجق، يعني حطوا الحشوه وبرموا الممبار فاضي وبعدين حطوا تاني وبرموا علشان يطلع شكلا. بس هي مش هتفرق في اي حاجه غير في الشكل، يطلع شكلا لطيف. نبتدي بدل ما نقعد نشيل واحده واحده واحنا عندنا كتير، لا نبتدي بدول. اهم حاجه مهم جدا 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 ان ده ينشف كويس قوي. حاجه من الاثنين، يا اما هتسيبوه في الهواء شويه لغايه ما ميته تنشف منه خالص الهواء ينشفه، لا اما لو مستعجلين زي حالتنا احنا على طول على طول مستعجلين، فعلى الاقل ادوا بقى كل واحده كده تنشيفها بالفوطه قبل ما تحطوها في ايه، زيت او سمن. انا بفضل لو هيتاكل على طول هيتاكل وهو سخن كده، وهو بيبقى حلو وهو سخن هناكله في سمن. لو هيبرد شويه، السمن طبعا ما بيبقاش حلو لما يبرد، هنحط في زيت بس على بال ما دول يستووا. نكون انا طلعت شويه تانيين، يلا شطارة بقى ان ايه نلاقي الحشوة مش كلها طلعت مننا. يلا نحمر دول. يلا تنشيف 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 تنشيف. وخلينا كمان طبعا لو سمن مش هتحطه كتير، عارف اللي بيحمر في زيت بيحط بيبقى تحمير غزير يعني، لكن في السمن اكيد مش هنبعتر السمن، فيبقى كده اهو. طيب يا جماعه، وهذا كان الممبار او العصبان، عصبان على الطريقه التونسيه. هحمره هطلعه، وقبل ما اسيبكم بعيد على اهل تونس وليبيا والجزائر والمغرب والبحرين والسعوديه والعراق ولبنان وسوريا والاردن وفلسطين
وكل المنطقة العربية يا رب، كل اللي بيشوفونا كلكم، اللي بيشوفونا واللي ما بيشوفناش طبعا، كلكم يا رب بخير وعافية، ويعيد علينا 100 أضحى وأضحى وإحنا مبسوطين وملمومين وفرحانين، ويدينا الصحة والعمر. استنونا في الحلقة الجاية، هتكون عن اللسان، العكاوي، حتة مهمة جدا جدا وهنتكلم عليها كتير، والمخ والقلب. كل أضحى وانتوا بخير وطيبين، وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله. Thank you.